اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن الكورس بتاعنا الجديد The Art of Cooling، فن التعامل مع الشخصيات الصعبه او فن ترويض الشخصيات الصعبه. ايه معنى The Art of Cooling؟ احنا في هارت اند مايند لو انستيتيوت عملنا الكورس ده او عملنا التريننج ده، وهو عباره عن اربع حلقات او اربع فيديوهات اللي هم KOLY. هأكد عليكم حاجة مهمة، ان انت تقدر تستخدم اي طريقة مع اي شخص في اي وقت في اي سن. افكركم ان احنا في اخر الفيديو احنا اكسكلوسيف هنقول لكم عن البوابة الملكية للتعامل مع اي شخصية صعبة. خلونا نبتدي باول فيديو ونقول ايه هو معنى الكي ستايل، او كي اللي هي في كوليتين، كي اللي هي عبارة عن كيدز ستايل، او التعامل مع الاشخاص بطريقة الطفل، هتعامله كأنه طفل. هنأكد ان احنا في كل فيديو هنقول امتى نستخدم الطريقة دي وازاي نستخدمها وايه السر بتاع الشخصية دي. الكي ستايل او الكيدز ستايل دي امتى نستخدمها؟ هنستخدمها مع شخص لسه بيبتدي حياته العملية، او شخص لسه انت بينك وما بينه تعامل جديد، او شخص مش مركز في شغله، استخدم معاه الكي ستايل. ازاي استخدمها؟ اول نقطة، لازم تقول للشخص اللي انت هتعامله كأنه كيدز، قول له انا هعتبرك راجل وهتعامل معاك كراجل علشان تقدر ترفع وتزود الريليشن ما بينكم وبين بعض. لما تيجي تطلب من الشخصيه دي حاجه، اطلب منه دايما حاجه بسيطه او سهله، وما تطلبش حاجه صعبه، واربط دايما الطلب بتاع الحاجه بتاعتك بمكافاه او بنتيجه ايجابيه او بهديه تقدمها له، لان هي دي الحاجات اللي هتخليه يقدر يتعامل معاك بشكل كويس. المحادثة دايماً اللي ما بينك وبين الشخص اللي هتعامله بكي ستايل لازم يكون عبارة عن كلمات بسيطة وقليلة جداً، وركز على الاي كونتاكت، ان انت لازم تكون باصص في عينيه كويس، عشان هاي دي اللي بتجرب الاتنشن، او هاي دي اللي هتخليه يركز معاك. شوف هو بيحب ايه وابتدي اعمل معاه الحاجات اللي هو بيحبها. ودايما لما تيجي تقدم له نصيحة، لازم تقدم النصيحة دي نصيحة شخصية، والتوجيه اللي ما بينكم وما بين بعض يكون بشكل مبسط وخفيف. ودايما لو الشخص ده كان متعصب او متضايق، لان بطبيعة الكيدز ستايل خليك انت مريح في التعامل معاه، امشي معاه دايما بمبدأ الثواب والعقاب، لان هي دي الحاجة اللي هتبتدي تأثر عليه وهتبتدي تخليه يرجع تاني لتركيزه، او هي دي اللي هتزود التعامل ما بينكم وما بين بعض، واكيد بشكل ايجابي. نقطة كمان مهمة جدا، الشخص اللي هتعامل معاه بالكيدز ستايل لازم تسمعه كويس جدا، لانه السمع او الاكتف ليسننج هو ده اللي بيخلي ما بينكم تعامل جيد، وهو ده اللي هيخليك تقدر تتعامل مع الشخصية الصعبة دي بشكل مختلف. دايما حاول تحط له حلول بديلة، وقول له دايما احنا نقدر نعمل الموضوع ده بالشكل الفلاني او الشكل الفلاني او الشكل الفلاني، لان انت بتبتدي بتهيئ نفسك وتهيئه شخصيا من غير طبعا ما يشعر ان انت بتتعامل معاه بكيدز ستايل. طب ايه سر الشخصيه دي؟ السر في التعامل مع الكيدز ستايل هو الانكرج، التشجيع. حط دايما مبدا في بالك ان اي شخص هتستخدم الكوليتين، هتستخدم الكي ستايل او الكيدز ستايل، لازم تانكرج او تشجعه او تتعامل معاه دايما بمبدا ان انا بحفزك وعايز اخليك توصل لمكان احسن من كده. طب ايه هي بقى فاينل البوابه الملكيه بتاعه كوليتين؟ ثلاث حاجات تقدر تعملهم مع اي شخص ايا كان في اي وقت، هتخلي التعامل ما بينكم افضل. لاف، جيف، اند تراست. ثلاث حاجات، حب الشخص ده وقدم له وادي له حاجات كويسة، وخلي فيه ثقة ما بينكم وما بين بعض. هنفكركم دايما بالبوابة الملكية، لان هو ده السر بتاع الكوليتين. بنشكركم، وانتظرونا ان شاء الله في الاو ستايل او الاولد ايج ستايل في الفيديو اللي جاي، واهلا بيكم. We'll be right back.